حسين الفكي، خريجة جامعة قطر، وعندي أسرتي الكبيرة الحمد لله الله يخليها لي، وأسرتي الصغيرة. مبدئيا الفكرة ان انا حبي للاطفال وحبي لاني اكون معلمة او اوصل رسالة، دمجت الاثنين مع بعض، ويعني شجعوني الاهل يعطيهم العافية ما قصروا، مع اني كنت بداية حياتي، يعني كنت توني متخرجة من الثانوية العامة وللحين ما دخلت الجامعة، ما بدأت، بس بدأت حياتي العملية، فشجعوني الاهل الحمد لله وقدرت افتح مشروعي الخاص. أول شيء روضة كرياتيف الدولية، روضة أطفال يعني من عمر 3 سنوات لين عمر 6 سنوات، تأسست سنة 2012، يعني المنهج بريطاني، منهجها بريطاني، نعتمد التعليم عن طريق اللعب، الحمد لله الروضة نفسها فيها كل أسس الموجودة للتربية والتعليم والمراقبة للأطفال، في عندنا نظام كاميرات كامل، فيها المنهج منهج معتمد دولي، معتمد من وزارة التعليم والتعليم العالي، ومعتمد خارجيا من المناهج البريطانية المعتمدة. أول شيء التعليم ما قبل المدرسة يعتبر الآن من أساسيات التعليم، يعني إذا الطفل لم يأخذ كفايته من التعليم قبل المدرسة، يعني للأسف في الآن اختبارات القبول للمدرسة ما يقدر يتخطى هذه الاختبارات، لأن هي تكون مبنية على أسس معينة، أن مثلا الطفل في عمر 6 سنوات لازم يتعلم كذا وكذا ويعرف كذا، وخصوصا من التطور التكنولوجي اللي صاير، فصار يعني من الصعب أنه يتلقى، يعني يكون مثل قبل، يعني قبل نحن كان ما عندنا مشكلة أنه بندخل الصف أول ندخل ما عندنا شيء، يعطونا ألف وباء والأشياء البسيطة، هالأشياء لا صارت تكون خلصت أوردي في التعليم قبل المدرسة، فهاي اللي يخلي ان دورنا كروضة اطفال دور مهم جدا. يعني انا استغرب من اولياء الامور اللي يقولون ان لا مو مهم انه يدخل روضة وعادي يدخل مدرسة، مع ان من اساسيات، يعني اتوقع ان العلم في 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 الصغر نفس النقش في الحجر، فكل ما كان الطفل صغير واخذ معلومات اكثر ترسخ عنده وتثبت عنده ويقدر ان شاء الله يواجه التعليم. اول شيء يعني مثل ما يقولون اسال المجرب ولا تسال الطبيب. احنا كان في بداية التجربة كنت بدأت الروضة كروضة عربية، بس بعدين لقيت ان سوق السوق القطري يحتاج الرياضة الأجنبية أو اللغة الإنجليزية يعني بشكل أساسي، لذلك طورنا الروضة بحيث أنه يعني التطور في 10 سنوات أو 11 سنة اللي طافت، أن من المنهج العربي حولناه المنهج بريطاني، عززنا فيها التعليم اللي هو بعد عندهم التعليم عن طريق اللعب، إثبات شخصية الأطفال نفسه، الطفل هنا عنده شخصية لازم هو يثبتها، لازم نمشي عليها. يعني أنت قلت سؤالك إن شو اللي طورناه صح في الروضة، فالتطور يجي حسب سوق العمل، يعني سوق العمل، سوق الرياض الأطفال، سوق التعليم، متطلبات العمل. ترى الطفل الحين احنا تعليم ما قبل المدرسي نحن نهيئ للشيء بعد 12 سنة اللي هو الجامعة والسوق العمل، فلازم نحن نشوف شو اللي مطلوب في دولة قطر، يعني دولة قطر مطلوب اللغة الإنجليزية بشكل كبير، فهذا السبب ان نحن روضتنا تعتمد اكثر شيء باللغة الإنجليزية، بس نحن ما تناسينا ابدا القرآن الإسلامي، يعني منهج القرآن، منهج التربية الإسلامية، والأحاديث وطابعنا الإسلامي الحمد لله موجود.
والله الحمد لله دولتنا الحبيبة قطر هي دائما تجعلنا نسعى للتطور ونسعى لزيادة رؤيتنا وتحسين رؤيتنا. ليش؟ لأن حتى الدولة عندها رؤية، عندها أشياء صارت، يعني في أشياء الواحد ما كان متوقعها. من يتوقع أن كأس العالم يتم استضافته في دولة صغيرة نفس قطر؟ الآن صارت دولة قطر دولة معروفة، يعني مجرد حدث عالمي، حدث عالمي. نفس الشيء نحن نتعلم من أميرنا، نتعلم من الأمير الوالد، نتعلم حتى من الشيخة موزة، لأننا جات فترة يعني بدون مبالغة كانت هي قدوتي، لأنها هي تهتم بمجال التعليم بشكل كبير. أنا حبيت مجال التعليم، تهتم بمجال أن لازم أنت تكون متطور. ترى أنا بدأت حياتي العملية، بدأت التوظيف قبل الجامعة، بس لأن حب التعليم اللي زرعته فينا قطر خلاني أكمل جامعتي. جامعة أنا تخرجت من جامعة قطر وبامتياز الحمد لله، رغم أني أنا كنت موظفة وكان عندي مشروعي الخاص اللي هو روضة كرياتيف الدولية. هذه الأشياء كلها مع بعض الضغط خلاني يعني أطلع كل ما فيني، وهذه الأشياء كلها شنو يعني توجيه من يعني قياداتنا العظمى الحمد لله، يعني في دولة قطر الحبيبة. أول شيء رسالتي لحفظ الله الشيخ موزة، الاهتمام اللي أنت اللي زرعتيه فينا واللي بديتي، يعني نبي دعم أكثر، نبي نواصل الشيء اللي أنا نشأت على رؤيتها، على نظرتها للتطور، للعلم، لتركيزهم على العلم. فهالأشياء خلانا نحن قطريين يعني بشكل عام الحين ما شاء الله عليهم، صار أغلبية القطريين عندهم طموح إنهم يكملون تعليمهم. هذا الشيء منها يعني، فأنا يعني كل أطلب منها واصي على هالشيء، ركزي علينا أكثر، خلينا نحن يعني الشيء اللي زرعتيه فينا تعال شوف محصوده فينا، يعني هذا أول شيء. شيء ثاني بالنسبة لأي حد يبي يدخل في مشروع، بالعكس يعني الحمد لله يعني الدولة هني فاتحة وايد مجالات، وبالذات تساعد تدعم القطريين بشكل كبير، ويعني تسهيل فتح السجل التجاري، تسهيل المواقع، شلون إذا بتختار الموقع حسب رؤيتك، هذه الأشياء وايد فيها تسهيلات. نفس الشيء بعد أنا من الأشياء اللي صارت معي بعد، أنا تخرجت من المحاسبة والتسويق في جامعة قطر، اللي صار إنه بعد سنتين من تخرجي طرشوا لي إيميل من وزارة التجارة والصناعة إن الأستاذة منال حسين الفكي نرجو منك كفرد من الأفراد أو كمواطنة قطرية أن تقومي بفتح مكتب محاسبي. يعني هذا الشيء يعني ما تدري شلون شعرت بالسعادة انهم يتابعون، يعني اكيد ما وصلهم ان انا تخرجت من جامعه قطر بامتياز. صحيح. معناها في متابعه من الـ 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 الحكومه بشكل خاص للقطريين، وهذا شيء وايد يعني حسيت بالسعاده بصراحه. على الصعيد الشخصي اول حد احب اشكره، ويعني هو كان الداعم الرئيسي لي كل حياتي من ولاده للحين، الوالد الله يرحمه، لين آخر لحظة هو اللي كان يدعمني في لحظات ضعفي، يأسي، إحباطي، كان هو اللي يشد بأذري، وهو اللي كان يعني يعطيني الدعم والقوة يعني. والحمد لله يعني يمكن له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في اللي أنا وصلت له من هذا. شيء ثاني أسرتي بشكل عام، الوالدة، زوجي، خواتي، إخواني، بصراحة الحمد لله الله رزقني بأسرة داعمة بشكل كبير، يعني الحمد لله هذا اللي يخلي إن في أي لحظة ضعف أو أي لحظة إحباط مجرد إني إنهم يشوفون هالشيء في وجهي بصراحة يعني يقومون بواجب، يعني الحمد لله. ف يعني هذا اللي خلاني الحمد لله من نجاح لنجاح بسببهم الحمد لله. روضة كرياتيف الدولية، ومن مني أنا
أشكر الأمير الوالد الشيخ حمد حفظه الله يعني، وأشكر الأمير الشباب أميرنا حفظه الله الشيخ تميم، وشكر خاص مني للشيخ موزة حفظه الله لدعمهم المستمر لنا. هم قدوتنا، وهم اللي يعني هم السبب ان نحن في استمراريتنا وتطورنا. ما قصروا بصراحه، يعني اللي يشوف الحين اللي شاف قطر وتطورها خلال السنوات اللي انت ذكرها راح يعرف قصدي بالضبط، ان لو جيت اليوم لقطر يعني لو جاي قبل سنه واليوم فرق، لو جيت امس واليوم فرق، كل يوم في فرق، كل يوم في تطور. فيعني هذا شيء يعني مثل ما يقولون يعني يعجز اللسان عن شكرهم بصراحة. والحمد لله طول ما هم موجودين وطول ما يعني هم نحن تحت رعايتهم، إن شاء الله نحن في خير يا رب.